في البلاد الخارجية. وحكاية الأصل العربي السوري هذه أستاذ عمر، يعني أنا طبعا أنا أتشرف بعناق أستاذ حبيب، سواء كان من اللاذقية أو كان من الإسكندرية، سواء كان من الجولان أم كان من المقطم أو من الصعيد من أينما كان، لكن سمعت كثير بهالأيام عن هذه الألاف. أيوة أنا يعني طبعا والدي ووالدتي مولودين في مصر، أجدادي الأربعة من يعني جدي أبو والدي، تعرف إحنا أصلنا مسيحيين، فجدي أبو والدي من بيت شلهوب هنا في أستاذ دانيال الزيتون. نعم. وبعدين أمي، وكان أمه من بيت حبيب. بيت عيلة متفرعة كبيرة خالص، بيت حبيب هنا في دمشق برضو. وبعدين أمي من بيت سعادة من لاتقية. نعم. وأمه من بيت العبد الله بحما. فكلهم من هنا. وكلهم هجروا على مصر في أوائل القرن العشرين، يعني مش زمان قوي. وفي طبعا جزء من العيلة تفرعت إلى بيروت أو إلى لبنان، يعني برضو الاسم هو ميشيل شلهوب.